جدعان عيد ميلاد محمد جوزي بكره. النهارده بقى عاملين ديت بسيط، انا جبت له هديه عيد ميلاده وهنزلها لكم بكره برضه. المفروض ان انا كنت هلبس دريس وكده بس تعبت فجاه، واقسم بالله ما قادره البس اي دريسات حرفيا، تعبانه جدا. رغم التعب ده ما اقدرش افوت اليوم زي كده، وقلت لازم نعمل ديت كده انا وهو كده. هو بيحب الحاجات البسيطه جدا. عايز اقول لكم محمد بيحب الحاجات البسيطه جدا. قلت له يا محمد اعمل لك عيد ميلاد، قال لي لا انا بحب الحاجات البسيطه اللي تكون ما بيني وبينك كده على طول. ربنا يخليك ليا، بسيط انت يا بسيط. المهم يا جماعه احنا ننزل دلوقتي، المفروض ان انا متاخره جدا هجهز معاكم، وانا بجهز لميك اب اللي انا رايحه الديت. والله كان نفسي البس الدريس وكده يا جماعه والله، بس التعب التعب اقسم بالله. لا ورغم التعب بجهز لك يا محمد وبنزل لك. لا انا عايزاك كده تعملوا له منشن وتقولوا له منا بتحبك جدا، يعني جدا جدا حرفيا. هحط اول حاجه الكونسيلر وهوزعه كده يا جماعه زي ما انتم شايفين. جماعه بجد 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 يعني انا بحب محمد قوي. تاني عيد ميلاد لينا سوا، اول عيد ميلاد لي كنا عادي يعني عارفين بعض، تاني عيد ميلاد دلوقتي خلاص متجوزين، انتوا متخيلين؟ يعني انا مبسوطه قوي. محمد اقسم بالله يا جماعه اغلب شخص ممكن تتعاملوا معاه وممكن تصاحبوه، بجد بجد يا بخت صاحبه بيه. يلا بينا بقى نثبت الكونسيلر. انا هحط ميك اب خفيف جدا جدا جدا، والله كنت مجهزه حاجات احسن من كده، وكنت مجهزه دريس جامد قوي قوي وهلبسه، وكنت مجهزه حاجات كتير قوي حلوه. بس يلا الحمد لله، هنقول ايه للتعب، هنقول الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. لبست طقمايه كده، اهم حاجه مش باللبس، بالشخص اللي انا هبقى معاه. تاني حاجه هجيبها بقى هي شيك لام، البلاشر بتاع شيك لام كده، وهنعمله كده اهوت، وهنوزعه عادي جدا بايدينا. احنا عايزين كل حاجه النهارده تكون سيمبل وبسيطه جدا جدا، بحيث ان احنا عايزين نفرح ببعض، مش عايزين اي شو بقى والكلام ده. احنا هنصور طبيعي لان عايزين الذكرى دي تفضل موجوده، بس عايزين نفرح باليوم اكتر. جبت شويه ميك اب حلوين قوي يا جماعه، نفسي اعرف ليه ما بتروحوش المكان التاني. حرفيا المكان التاني اقسم بالله العظيم بنزل عليه كل حاجه، وبتكلم وبرد على القصد وبرد على مسجاتكم. ليه ليه ما بتروحيش المكان التاني؟ المكان التاني على فكره احنا ممكن نكون صحاب على فكره، سهل جدا. بصوا بقى باليت الهايلايتر دي، هجيب منها الهايلايتر اللي لونه بينك كده، وهجيب منه الهايلايتر ده كمان، وهنعمل حته بسيطه كده. تعرفوا ان محمد لما بحط هايلايتر يقول لي انت حاطه ميك اب تقيل ليه؟ هو بالنسبه له الهايلايتر ميك اب تقيل حرفيا بجد. فالولاد على الله بجد يا جماعه ان شاء الله. فكده وهنحط هايلايتر كده 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 كده، بس انا عايزه حاجه خفيفه زي ما قلت لكم. عملت حواجبي كمان يا جماعه ببودره الحواجب عادي. يلا بينا بقى نحط روج. هنجيب اول حاجه القلم ونحدد شفايفنا كده، عشان الناس اللي بتسالني منها انت ازاي بترسمي شفايفك، عادي احددها عادي جدا اهو، حدد شفايفي ما اطلعش بره. وهعمل كده الناحيه الثانيه اهو، عادي بحددها يعني عادي جدا. هتمسكوا بقى الليب جلوس تعالوا كده اهو، ده اللي انا بحطه. انا ما بحبش الروج قوي لان انا اصلا شفايفي من النوع اللي اتقشف بسرعه، يعني اتقشف بسرعه جدا جدا. بس كده كده احلى ميك اب في الدنيا. وبس كده انا خلصت. استنوا بقى شوفوا كل حاجه على الانستجرام في الستوريز، عشان بجد بجد هيفوتكم حاجات كتيره قوي. روحوا هناك بقى عشان نبقى اصحاب. باي.